بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنتجول إن شاء الله ورضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهارده على حاجه معظم الناس بتوع المعامل ومديرين الجوده والفنيين المعامل بيحتاجوها في كل المشاريع، وده بالذات في الدول اللي هي زي الدول بتاعتنا اللي هي درجه الحراره بتاعتها عاليه. بمعنى ان لو هنصب خرسانه والماتيريال الموجود عندنا في الاستوكات كلها، سواء كان الزرق او الرمل او الاسمنت او الاضافات او الميه، يعني كل الماتيريال اللي هيخش معانا في الخرسانه طبعا موجود تحت التمديدات وموجود طبعا متعالج وكل حاجه، لكن الكود بيقول او الاقوال البريطانيه بتقول ان درجه حراره الخرسانه يحاول ان هو لما يصب الخرسانه ما تزيدش عن 16. كلمه 16 دي سهله في بعض الدول اللي هي تعتبر الدول اللي هي تعتبر البروده فيها عاليه جدا، لكن تبقى صعبه في الدول اللي عندنا زي مصر مثلا. درجه الحراره غالبا هيبقى صعب ان المي يتحكم انه يوصل لدرجه حراره 16. عشان كده سمحوا ان الخرسانه ممكن تتصب لغايه حراره فيها توصل ل 32، لكن كل ما تكون الحراره اقل من 32 كل ما يكون صالح للخرسانه، لان الخرسانه لو عليت طبعا هيبقى فيها مشاكل، منها ان هتاثر على الوركابيلتي او التشغيليه بتاعت الخرسانه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، متوقع ان الراجل طبعا لما يتعب تحت في الشغل وكمان هيضطر يدور لها ميه، يبقى معنى كده ان كميه الميه بتاعه الووتر سيمتريشن للخرسانه او نسبه الاسمنت للميه اختلف فبيأثر عليها، دي حاجه. الحاجه الثانيه او الثالثه او الرابعه اللي بتأثر برضه فيها، ان هي زياده الحراره في الخرسانه هتولد اجهاد مبكر جدا للخرسانه، يعني ممكن تلاقي الخرسانه بتحقق اجهاد على يومين او ثلاثه او اربعه، ومش هتحقق اللي احنا عايزينه على عمر 28 يوم، ودي هتسبب مشاكل جدا في الخرسانه. دي مشاكل، بعض المشاكل اللي ممكن تحصل في لو احنا صبينا ودرجه الحراره اعلى من حدودها، بالاضافه اللي ممكن يحصل لها تشرخات فوق ما تتخيل يعني. ودي من المشاكل اللي دايما الناس المهتمه بضبط الجوده بتحطها في الاعتبار. علشان يتاكد من درجه الحراره ان هي موفقه الامور ديت، فطبعا هنعمل معدات مع بعض كده، هي نفس المعدات الراجل اللي هو مراقب الجوده. احنا هناخد درجه حراره الماتيريال كلها اللي احنا قلنا عليها، ومن خلالها هنقول درجة الحرارة المتوقعة من الخرسانة لو احنا صبناها في الظروف دي. درجات الحرارة اللي احنا جبناها دي على فكرة درجات حرارة فعلية. درجات الحرارة، درجة حرارة الأسمنت اللي احنا جبناها كانت عاملة 51 درجة. درجة حرارة الركام اللي هو الركام الخشن كانت عاملة 42. تمام معايا؟ درجة حرارة الركام الناعم اللي هو الرمل كانت عاملة 37. درجة حرارة المية اللي هو هيضيف على الخرسانة كانت عاملة 31. في الظروف دي طيب هو دلوقتي لو صب الخرسانة بدرجات الحرارة دي زي ما هي، إيه اللي ممكن يحصل معاها؟ بداية لازم يكون دي درجات حرارة إحنا خدناها من الاستوكات اللي هي فيها التشوية كلها. طيب انا عندي خلطه هشتغلها، الخلطه اللي عندي لازم اعرف اوزانها الاول، لازم اعرف اوزانها. طيب الخلطه اللي هشتغلها وزن الاسمنت اللي فيها قد ايه؟ الوزن الاسمنت اللي فيها كان 315 كيلو. وزن الركام الخشن اللي انا هشتغل بيه كان وزنه 1099 كيلو، كيلو جرام، دي كيلو جرام. وزن الرمل الناعم عندنا في الخلطه 760 كيلو جرام. وزن الميه اللي في الخلطه 150 لتر. طب ده كده الاوزان وكده درجه الحراره. طب انا دلوقتي هطبق معادله هنحسبها مع بعض، ولو انا دخلت الماتيريال ده درجات الحراره دي هتديني قد ايه؟ هتديني كام؟ يعني احسبها. المعادله بتقول ايه؟ خدوا معايا. هكتبها الاول كده بالعربي وبعد كده نديها حسابات. هقول او بوينت 22 هضرب ده في
ماشي يا جماعه؟ اهي هكتبها كده عشان ايه الصف يجي. وزن الاسمنت تمام؟ في درجة حرارة الأسمنت تمام؟ ده طرف. هقول زائد وزن الركام الخشن جميل؟ هضربه في درجة حرارة الركام الخشن تمام؟ زائد تاني وزن الركام الناعم في درجة حرارة الركام الناعم. ده كده يا اخوانا كل ده طرف واحد. في مشكلة كده؟ أقول زائد وزن المية وزن الماء في درجة حرارة الماء. ده الجزء اللي فوق، هاجي بقى البسط، هاجي ايه تحت؟ معايا كده يا جماعه؟ بولت 22 هضربها فيه وزن الاسمنت زائد دي هتبقى اوزان المتاهه كلها زائد وزن الركام الخشب تمام؟ زائد وزن الركام الناعم اللي هو الرمل تمام؟ ده طرف فيه وزن الماء. ده كده المعادلة أنا كتبتها، وبعد كده هدخل فيها الأطراف بتاعتي الأوزان بتاعتي وأحسبها أشوف هتديني حرارة كام. هي بس معلش دي للأسف دي وزن الركام الناعم زائد مفيش نفيد زائد وزن الماء. لو انا بصيت الحاجات دي كلها كل بياناتها موجوده عندي هنا. في مشكله كده يا احمد؟ لا تمام. كل بياناتها موجوده عندي. معايا يا ايمن؟ نعم. كل بيانات الحاجات دي موجوده عندي. طب احنا هنطبق المعادله دي كده. اهي هقول هتساوي اهي يا اخوانا. لو عايز اقرب الكاميرا هقول هتساوي اهي هتساوي من اول من هنا. اقفل دي كده خالص كده عشان ما انتبهش. هصفي اللي فوق بقى هقول 0.22 هفتح الطرف ده. وزن الاسمنت عندي كام؟ 315 تمام 315 في درجة حرارة الاسمنت كام؟ 51. في مشكلة في ده؟ أقول زائد وزن الركام الخشن اللي هو 1099 تمام؟ في درجة حرارة الركام الخشن اللي هي 42 زائد الحاجة التانية ايه؟ وزن الركام الناعم اللي هو 760 كيلو في درجة حرارته اللي هي 37 وراح قافل الطرف ده. كده قفلت انا اهو زي ما مقفول قفلته. هقول زائد وزن المية اللي هي عندي 150 لتر او 150 كيلو لان الكثافة واحد في درجة حرارها المية اللي هي 31. ادي ده طرف اروح قايل على هي ما غلطتش المعادله طويله هي صغيره بس الارقام اللي كبيره. يعني هتطبق المعادله دي في اي نوع ميكس معين هتصبه وتاخد من الديزاين ميكس بتاعك الاوزان اللي في الديزاين ودرجه حراره الثابت المستقطع على الطرف اهو. وزن الاسمنت كام؟ 300 اقول كده 0.22 ناخد بالنا من دي اللي هي وزن الاسمنت 315 اربع عشان الخط صغير زائد وزن الركام الخشن اللي هو 1099 زائد وزن الركام الناعم اللي هو 760 واروح قافل القوس وبعد كده هقول زائد وزن 150 وزن الميه اللي هو 150 لتر او 150 كيلو. لو انا صفيت المعادله ديت ويا ريت انتوا تحسبوها كده بس انا هسيبها عشان اكسب وقت. هضرب الطرف ده كله في بعضه واروح جاي واروح مصفيه واضربه الاول في بوينت 22 هلاقيه انا طبعا هحسبها عشان الوقت هلاقيها عامله 1 9 8 7 5 علامه 5. هقول زائد الطرف الثاني 150 في 31 لقيتها عامله 4 650 تمام كده؟ تاني احسن تاني
انا دلوقتي هصفي المعادله ثلاث طرف. تمام. هقول 315 في 51 اضربها واقول اروح ضارب 1099 في 42 واروح جمعها عليها، واروح ضارب 660 في 37 اللي هي الحراره واروح جمعها عليهم. جمعت ثلاثه مع بعض هيديني رقم. الرقم ده اضربه في 0.22 بقى خلصت من الطرف ده. ماشي. تمام كده؟ هاجي للطرف الثاني اقول 150 في 31 هيديني الرقم اللي هو 4650، هروح جمعه على الناتج ده اللي هو اداني 19875. في كده تمام كده؟ تمام. هروح قايل على هجيب بقى الجزء التحتاني. هجمع 315 زائد 1099 زائد 760 هجمعهم مع بعض الان هحاسبهم لقيتها عامله 478 و3 زائد ايه؟ زائد وزن الميه الثابت عندي اللي هو 150 لتر. في مشكله كده؟ هقول يساوي لو احنا طبقنا المعادله دي كلها على بعضها هلاقيها عامله لي 39 درجه. اذا لو انا صبيت الخرسانه في الجامع اللي غلط مش عبد الناصر نقول الجامع اللي متاح ده ده لا ما بضربه في كل 22 بعد ما بتجمعها بتضرب بتجمعها مع بعض بتضرب في كل 22 هيدي لك رقم زائد ال 150 رقم زائد ال 150 بعد كده بعد ما خد بالك من خد قلت لك خد بالك من ده اهم حاجه ده دفاتور ثابت دفاتور ثابت ده دخلت في المعادله عندي تمام عشان في ناس بتيجي تحسب بتنسى الرقم ده تمام واوقات بتنسى وتروح ضربه الرقم ده في الاجمالي كله يدي نتيجه غلط تمام فاهم انت كان في مشكله كده؟ لا كده انا قدرت اعرف درجه الحراره هتبقى كام لو انا اشتغلت في درجه الحراره دي. طيب انا عايز دلوقتي اقلل لو انا عايز اقلل درجه الحراره دي درجه واحده من 39 اخليها نفترض سي 38 هعمل ايه؟ بكام بقى؟ عشان اقلل بقى الخرسانه درجه واحده بلدي اخليها عشان احتاج نخفض الخرسانه درجه واحده هعمل ايه؟ خد بالك من الياس ده هعمل ايه؟ هقول اول حاجه الاسمنت اقلله كام درجه علشان الخرسانه تقل طبعا النتيجه المتوقعه من الحسابات اللي فاتت كانت عامله 39 درجه احنا حافظين دي عشان اقلل بدرجه واحده هاجي الاسمنت طب اقلل الاسمنت كام درجه من 51 يعني اروح ابرده كام درجه اقلله لغايه كام بعد برد فيه ابرد فيه لغايه كام عشان في الاخر درجه الخرسانه في الاخر تقل درجه هاجي الاسمنت هقول هيساوي خد بالك من دي هقول وزن هقول الفاكتور بتاع اللي احنا قلنا عليه هيبقى ثابت على 628 و3 هقول على 0.22 احنا قلنا عليها ثابته في وزن ايه؟ في وزن الاسمنت 315 315 انا هحسبها عشان انا الواد عايز تحسب احسب يا احمد يقول لي الرقم ده هيطلع معاك زي ما طلعت ولا لا هلاقي عامله 9.1 درجه يعني انا لو قللت الاسمنت 9 درجات الخرسانه هتبقى درجه واحده طيب هجيب الركام الثاني الركام الخشن هو هيساوي 628 و3 على 0.22 في وزن ركام الخشن اللي هو 1099 هلاقيها بتساوي لي كام؟ هلاقيها بتساوي لي درجه 2.6 درجه. جميل؟ جميل. طيب اجي للركام الناعم هقول هيساوي 628 و3 و3 على 0.22 في 760 هلاقيها بتساوي لي كام؟ بتساوي لي 3.8 درجه، 3.8 درجه. في مشكله كده؟ هاجي للميه. خد بالكم من دي هقول 628 و3 على كام؟ على 700 على اسف على 150 لتر ميه. على الوزن. في الساعه دي مش هضرب 22. ليه؟ الميه بالذات لان ده فاكتور ثابت خاص بالمنشأ بالميه بالرطوبه محتوى الرطوبه. هحسبه هلاقيها بتساوي لي 4.2 معنى كده ان لو قللت من الاسمنت 9 درجات وقللت من ركام الخشن درجتين ونص وقللت من ركام الناعم حسبتها صح يا ايمن؟ طلعت صح؟ لو حسبتها صح؟ واحده ها؟ ماشي ما انا حاسبها عملت الركام الناعم اقل الاربع درجات عشان خلطها من درجه والميه هقللها اربع درجات لو احنا بصينا لكده هنلاقي اسهل حاجه سهل ان الراجل بتاع الخلاطه ان هو يتحكم فيها في الدرجه في الحراره هي الركام لان الركام معنى كده لما يقلل درجتين هتقل معاه واحد درجه يبقى ده اسهل حاجه من الحاجات دي كلها لان حتى اوزانه كبيره وزنه كبير فهيبقى مؤثر بالنسبه للماتيريال ده
الظروف اللي هي شغال فيها الراجل ما عندوش تلج ولا اي حاجه. طيب نفترض الراجل هيعمل الخلطه في وجود تلج. هحسبها دلوقتي ازاي لو انا استعوضت الميه ديت بدل ما هي 150 لتر لا انا احط كميه تلج معاها على حسب امكانيات الخلاطه بتاعتي. هحسب هكتب المعادله بتاعت التلج لانها طويله شويه وابس عليها. هقول بقى درجه حراره الخرسانه باستعمال التلج. الراجل اللي هو بيتكلم على الخرسانه وكلام من ده قال طب ما احنا نشتغل بالتلج. هو عمل حاجات كتير جدا عشان يبرد الخرسانه، اللي هو حط خيش على الماتيريال وغمره في ميه بارده عن طريق شرارات ميه ساقعه بيبرد الماتيريال الزرط ده لانه اكتر حاجه بتنقص حراره، والميه ابتدى يبردها لكن لغايه حد معين. والسيارات بتاعت الاسمنت برضه هيعملها بالوان بيضاء، معايا انت؟ عشان اسف بالدهانات بيضاء عشان تبقى عكس للحراره عشان ما تمتصش حراره جامده جدا. بيعمل كل الطرق، ولكن اسهل حاجه ممكن يعملها هي موضوع الميه اللي اتحكم فيها في كيف التلج. فانا هعمل الطريقه ديت على اساس ان احنا هنفترض سي مثلا ده مثال يعني، ده مش طريقه. هنفترض هو هيستخدم تلج، يستخدم تلج وليكن مثلا 40 كيلو. 40 كيلو ديت لو ناخد بالنا ديت جزء من الميه. جزء من الميه. يعني لو كانت كميه الميه عنده 150 لتر زي ما احنا عارفينها هنقص منها، هنقص منها قد ايه؟ 40. يبقى كميه الميه 110. يبقى كميه الميه هيستوي البرايم بتاع الخلاط هيحط 110 لتر ميه ويضيف عليهم 40 كيلو تلج. طب ولو حط 40 كيلو تلج بدرجات الحراره دي، الحراره هتبقى كام؟ دي المعادله اللي احنا هنتكلم عليها. اول هكتبها الاول بالعربي وبعد كده هحسبها حسابات. اكتب ورقه عايز تكتب. هقول 4.22 22 كلام سليم؟ هضرب دي في، خد بالنا هنا على في وزن نفس الكلام اللي فات. نفس الكلام اللي فات بس برضه هعيده تاني. وزن الاسمنت في حراره الاسمنت زائد وزن الركام الخشب في حرارة الركام الخشب زائد تمام وزن الركام الناعم في حرارة الركام الناعم الناعم تمام. هقفل ده بقى تمام. هقول زائد ايه بقى؟ الطرف الثاني ناخد بالنا من دي اهم حاجه. زائد وزن الميه. وزن الميه كام؟ 150. لا مش 150، 110. وزن الميه 110 مش عارف. يبقى وزن الميه 110 110. هقول في درجه حراره الميه كام؟ هي 31. كلام سليم تمام. ناقص ناخد بالنا من العلامه دي، ناقص مش زائد. ناقص 112 ده فاكتور ثابت في وزن الثلج اللي انا حطيته اهو 40. وزن الثلج اللي هو 40 كيلو. يبقى معلش هنكتب ارقام، يا وزن هنا الثلج معلش، وده حرارة الماء عشان لو أي حد عايز يقراها برضو. كلام سليم؟ تمام. هقول يا إخوانا الطلب ده على نفس اللي في المعدل الثانية، وهو بوينت 22 في وزن الأسمنت، وزن الأسمنت لوحده اللي هو 315 زائد وزن الركام الخشب زائد وزن الركام الناعم واقفل الطلب ده زائد وزن الميه اللي انا حطيتها زائد التلج. وزن الميه اللي انا حطيتها اللي هي 110 زائد التلج زائد 110 وزن الميه زائد وزن التلج اللي انا حطيته اللي هو 40 كيلو. طيب ده احنا هنصفي المعادله دي مع بعض، بس يا ريت تقرب شويه عشان هكتب خط صغير في الموضوع عندك. اهي بص اهي معايا. اقول بقى بالسوا يا جماعه نصفيها بقى. وزن الاسمنت حفظناه اللي هو اسف هقول بوينت 22. افتح كده وزن الاسمنت اللي هو 315 في حراره الاسمنت وهي كام؟ 51 زائد وزن الركام الخشن اللي هو 1099 في حراره الركام الخشن اللي هي 42 سي زائد وزن الركام الناعم انا حفظتها اللي هو 760 في حراره الركام الناعم اللي هو الرمل اللي هو 37. اقفل الطرف دوت وقول زائد 110 اللي هو وزن الميه الصافي لوحدها
في درجه حراره الميه اللي احنا جبناها قبل كده اهيت، ده هقول ناقص اهيت 112 الفاكتور الثابت اللي قلنا عليه في وزن التلج اللي هو 40 كيلو. ده طاق ديت اللي هو اللي مش عارف اللي اسمه البسط ولا المقام ولا البسط اللي فوق؟ البسط اللي فوق البسط. يبقى احنا كده خدت البسط اجل المقام برضه هقول او بوينت 22. افتح قوس وخد الاوزان بتاعتي المعروفه اللي هي 315 اسمنت انا حفظتها زائد 1099 اللي هو وزن الركام الخشن زائد 760 اللي هو الركام الناعم. اقفل القوس بتاعي واكمل المعادله بيقول ايه؟ هقول زائد 110 اللي هو وزن الميه بتاعتي اللي هي 150 ناقص 40 زائد 40 لتر 40 كيلو تلج. اكمل بقيه المعادله هقول هنا كده هتساوي بقى اجيب بقى الورقه عشان انا حاسبها اصلا عشان الورق ممكن تحسبه بداني. لو انا صفيت الطرف ده وضربته في بوينت 22 معايا يا احمد؟ هي يعني المعادله بتقول بتحل نفسها. جمعت ده كله ضربت المضروب وجمعت المجموع وضربته في بوينت 22 هيديني رقم، هيديني رقم تحسبوها. اقول 110 في 31 واجمعها على الرقم ده هيديني 1000، هيديني 1 9 8 7 5 علامه 5. جميل؟ في مشكله كده ولا ايه؟ تمام يا باشا. في اي مشكله؟ تمام. يبقى هقول هضرب ده في بوينت 22 زائد 110 في 1 يضرب 110 في 31 اقول زائد الناتج اللي طلع عندي. انا كتبت ارقام عشان اكسب وقت بدل ما نقعد نحسب ونضرب، انت ممكن تضرب وتشوف الناتج عندي. هقول الرقم دوت هطرح هقول زائد اللي هو الرقم ده ضربت 31 في 110 هتديني 3410 ده اللي هو المجموعه دي. تمام كده؟ اقول ناقص اللي هو 112 في 90 اللي هي 4 كام؟ اللي هي 4480. قرب الكاميرا عشان الرقم ده يبان. في مشكله كده؟ هقول على المقام بتاعي اللي احنا قلنا عليه اوزان المتاهل كلها ديت هضربها في بوينت 22 هيديني رقم اللي هو، وبعد كده هقول 110 زائد 40 هيديني 150. هقول المجموع دوت هجمعه على الناتج اللي طلع معايا بين قوسين وهو هيديني 4 7 8 علامه 3 اللي هو الطرف ده. لو قلت 110 زائد 40 هيديني 150 زي ما احنا عارفين هو وزن الميه كله التلج زائد الميه. طيب اجمع دول مع بعض معايا اطرح منهم 4400 وهكمل المعادله فوق هنا عشان بس ايه الامور تبقى واضحه هنا دلوقتي. المعادله معايا يا احمد هقول 19875 ونص زائد 3410 هجمعهم هيدوني رقم هطرح منه 4480 اللي هو ناتج الطرف الثاني من المعادله. هبص الاقي النتيجه مدياني 1 8 هي الرقم 1 8 0 5 علامه 5. كلام سليم؟ ده انا صفيت اللي هو البسط اللي فوق اهو على. لو انا جمعت 4478 و3 زائد 150 هيديني 628. لو نفتكر الرقم ده الرقم اللي هو ده. تمام؟ هقول يساوي كام؟ اقسم كده على كله هيديني كام؟ هيديني درجه حراره 29.9. اذا لو انا اشتغلت في درجه الحراره الموجوده عندي في الماتيريال دوت واستعملت 40 كيلو تلج هتديني الخرسانه المتوقع عليها تديني 9 كام؟ 29.9؟ 29.9 تمام؟ هيديني 29.9 في الساعه دي هيبقى القرار مين بقى؟ قرار الراجل اللي هو مراقب الجوده الاستشاري واي حد يكون مسؤول هو هيقول هينفع نصب في الدروب دي ولا لا؟ طيب ما احنا ممكن نصب بس نرفع التلج بدل ما هو 40 نخليه 50. طب ايه لو كنت نصب بس نخلي حراره الركام بدل ما هي 42 ننزل بيها لغايه مثلا 35؟ ان طب نشتغل بس لما الاسمنت مثلا نخليه بدل ما 51 نخليه 45. بياخد كل الاحتياطات على اساس يضمن ان الخرسانه ما تعديش الحدود بتاعته اللي هي على حسب المتفق عليه 30 او 32 ايا كان. دي كانت فكره بسيطه على الارقام، واللي على فكره الارقام دي عشان تظهر معاك كويس جدا في اليوتيوب او على صفحه الفيسبوك اقلب انت بس الفيديو للسيتنج بتاعه للهاي ديفينيشن
اللي هو 720، هتلاقي الصوره واضحه معاك جدا وهتشوف النتيجه كويسه، الارقام كويسه جدا. ولو كان في اي خطا يا ريت تسامحوني يعني، بس هي انا متاكد ان الارقام اللي حاسبها قبل ما نشتغل. دي كانت فكره بسيطه على درجه الحراره بتاعت الخرسانه اللي هي متوقعه لو انا صبيت في ظروف الجو البسيطه عندي، ولازم نحط في الاعتبار درجه حراره المكان. وطبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا، لان يمكن يحصل مشاكل بعد كده لو صب وعالج، لان الاسمنت هيولد دماها وهيولد حراره كمان اعلى من المتوقعه، فهيبقى سبب في مشاكل. دي كانت فكره بسيطه، واتمنى ان انا اكون موفق، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.